طيب معانا واحد دلوقتي، هو انت يعني اشدت بيه دلوقتي وقلت ان، او مش اشدت بيه، قلت ان صعب قوي في الفلوس كويس، وان هو كان ناشف جدا وانت لا كنت لا عايز. لا لا هنغير الكلام بقى دلوقتي. هو معانا، انا بقول هو عايز مصلحه النادي، لكن طيب. لكن هو كشخصيه محترمه جدا وبيخاف على نادي الزمالك جدا. طيب احمد مرتضى منصور، عضو مجلس اداره نادي الزمالك. احمد مساء الخير. كابتن سيف ازاي حضرتك؟ وحشني، عامل ايه؟ الحمد لله. كابتن محمود حبيبي يا استاذ احمد، ربنا يخليك. ازاي يا حضرتك؟ ازاي يا كابتن؟ الحمد لله. بيشتكوا منك وبيقولوا ان انت قافش على الفكه قوي، ما تدي الناس. ما خلصنا يا استاذ امير، فكها اهو. مين اللي فكها؟ امير مرتضى فكها. لا، ما هو واضح من الكلام دلوقتي ان امير فنيات وانت ماديات، يعني هو الراجل بيتكلم بيقول ان كان الحديث امير في الحافز، هنعمل ايه في الامور النفسيه والفنيه. بيجوا في الفلوس بيقولوا ان انت بتقوم قافل الدنيا. بص يا كابتن سيف، انا عملت يعني بعمل المداخله دي لان الونش من اللعيبه رجاله، وانا مش بجامل يعني، يعني الواحد بيشوف فيه لعيب راجل، وانا دايما بقول شخصيه اللعيب من اهم الحاجات اللي بتبقى في اللعيب، يعني 50% من المستوى اللعيب شخصيته، ويمكن الونش من اللعيبه المحترمين الرجاله اللي ما تحسش ان هو طماع ولا لا، هو راجل اهم حاجه عنده ان الناس تقدره وتبقى شرية زي ما بيقول. فنادي الزمالك بيقدر الونش، وانا على المستوى الشخصي يمكن برضه هو لما جه كان في حواليه قلق وهيجي ازاي ويعني صعوبه في ان هو يجي، لكن هو اصر ان هو يجي ونادي الزمالك اصر ان هو يجيبه، فزي ما اشترى نادي الزمالك نادي الزمالك بيشتريه. هو بقى بالنسبه للفلوس هو يساوي ملايين، بس هو انت عارف الواحد بيبقى حريص على مصلحه النادي، وفي نفس الوقت ان شاء الله يعني هو اعتقد هيجدد عقده، عنده عقد جديد اعتقد. لا، ما هو هو خلاص مد سنتين جداد. مد سنتين. طيب من كويس. لا يبقى اكيد امير انت عندك عقد جديد لسه؟ أميان بالواجب ولا ايه؟ خليك معانا اهو عشان هنظبط المصلحه دي، نشوف الوضع ايه. هو دلوقتي بيقول ان هو قريب عنده عقد جديد هيجدد. انت جددت؟ انا مجدد من ايام مستر جروس، يعني من سنه فاتت. من سنه فاتت مجدد سنتين، بقى لك ثلاث سنين دلوقتي. بقى لي ثلاثه. طب ما بقى له ثلاث سنين يا احمد، هتجددوا له ثاني دلوقتي كمان؟ خلاص ان شاء الله، لو ربنا ادانا العمر يعني وانا موجود انا اللي هجدد له عقد جديد. ربنا يخليك واصالحه على كل اللي انا عملته فيه. لا ربنا يخليك. انا قلت هتخش يعني تسخن بقى معاه ويكون في حاجه مثلا تعوضها له على الهوا، فنخش مع بعض في المصلحه دي. لا والله ان شاء الله وعد. انا بقول له هبقى موجود متواجد في العقد الجديد وصالحه فعلا، لان انا يعني من الناس اللي انا شديت عليهم في العقد القديم. عايز اسالك سؤال احمد برضو، يعني نظريه دلوقتي كل الانديه بتتبعها ان اللاعب ما يكون باقي في عقده ثلاث سنين، يسيبوه مثلا سنه سنه ونص، ويبتدوا في السنه ونص يمدوا له ثاني، خصوصا ما يكون لعيب مثلا كبير زي الونش ومجموعه كبيره من لعيبه الزمالك. انت صاحب النظريه دي ولا مش مقتنع بيها؟ بص، لا يعني هو حسب كل حاله وحالتها، يعني ما يكون لعيب كبير في السن او كده بتعمل له عقد، يعني ان انت تامن له مستقبله في اخر السنوات الكوره بتاعته، وما بتبقاش بتمد العقد الا في الظروف الاستثنائيه. لكن لو لعيب عمره يعني لسه في مجال كره القدم يعتبر صغير، تقدر ان تجدد يعني تمد العقد يعني تعليه في القيمه الماديه. فهو كل حاجه حسب الحاله، كل لاعب وظروفه يعني. لكن الونش يعني من اللعيبه، انا بقول لك فعلا من اللعيبه المحترمين اللي بيدوا النادي، ونادي الزمالك لما حد يديله لازم يرد الجميل ده، فهو بيرد الجميل للنادي، صاحب شهرته وجماهيرته، والنادي لازم يقدره. فالعلاقه بينا بتبقى في منطلق الاسره، مش علاقه فيها ان ده مجلس اداره وده لعيب وده، يعني الموضوع اكبر من كده في نادي الزمالك. يا رب ان شاء الله، يعني ربنا يوفقكم في اللي جاي، وربنا يوفق الونش، وجود لك احمد في اللي جاي ان شاء الله، ورب يعني بالتوفيق للزمالك ان شاء الله باذن الله. اللي جاي افضل باذن الله ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. احمد مرتضى منصور، عضو مجلس اداره نادي الزمالك.